اللي بعشقها في حياتي واللي تلاقيها في كل مكان اروح له يعني في حياتي اليوميه دايما اشم الياسمين. حتى عندي مستخلص الزيت الياسمين لانه بتفكرني بتونس، شوارع تونس، طفولتي بافراحنا بشوارعنا بجمال بلدي يعني. طبعا البيئه اللي انا تربيت فيها من اهم الروائح يعني مثلا يعني. يعني إذا المنطقة فعلا هي حساسة. الفنانة لطيفة، يعني أنت من السهل مثلا لو دخلتي على مجموعة ناس أنك تتعرفي بيهم بسهولة، ولا تاخدي وقت على ما تعرفيهم وتسمح لهم أن هم يتكلموا معك؟ لا أخد وقت شوي. يعني أنا من النوع اللي يعني في الكلام وكده يعني بتلاقيني مش ما تندمجيش كتير بسرعة. لا ما بندمجش بسرعة. لا باخد وقت شوية لغاية ما أحس إنه في ناس قد يتوافقوا معايا فكريا ووقتها بحس براحة وتلاقيني خدت عليهم وتكلمت معهم في اختصاصي أو في حدودي يعني في كياني يعني بثق كويس. أحب إن أنا أكون واثقة في نفسي طبعا الإنسان يثق في نفسه ضروري. أنا في رأيي إنه الإنسان اللي مش واثق في نفسه إنسان غير إيجابي في المجتمع يعني مهزوز وفي نفس الوقت ضعيف. لازم أكون واثقة في نفسي حتى أقنع الناس بنقبية يعني هتنرفز وباشر واتكلم. أنا من النوع ده. حصل ده؟ ما سكتش يعني لا غلط لازم يتقال غلط صح يتقال صح حتى لو على رقبتي. حصل لك ده؟ طيب عملت كتير 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 وزعت حتى يعني مثلا يكون معايا ناس لطيفة انت معروفة ما تعملي ما تقوليش لا ده غلط لازم يتقال غلط يعني انت فنانة ما عرفش طب فنانة اسكت يعني لا لا بجد يعني المسألة دي يعني مهمة قوي يعني انا في رأيي اني مش انا فقط يعني كل الناس المفروض اللي يشوف غلط يتكلم ويحاول يصلح ايجابي ما يبقاش سلبي يعني مفروض يعني. أحب السفرة كده متزينة بالطعام والأكل محطوط كده مرصوص بطريقة حلوة ومتزوق ولا ممكن يعني لا لو جعانة مش مهم. لا لو جعانة جدا يعني مش مهم عندي الزينة والمظهر والحاجات دي. والله أتعاطف معهم ما أحبش الناس تكون حزينة ما أحبش حد يكون عايش في مشكلة وعايشها لوحده بيصعب علي الإنسان ده لأنه يعني. فعلا الحياة مش حمل مقاسي كفاية المقاسي اللي احنا بنشوفها في الدنيا فإن يكون إنسان بني آدم قدامك بيتألم أو حزين أو بيصعب عليا جدا واحب اني انا ادخل له الفرح باي شكل من الاشكال بجد يعني فعلا ما بحبش الحاله الانسانيه دي حاله الحزن بحس انها نقطه سودة في حياه كل انسان مش حلو. طب خليهم في عينيا تخوفي الناس ولا بيقولوها العين الحمراء؟ هو اللون الازرق فعلا من الالوان اللي انا بعشقها دي فعلا بحبها جدا يعني يعني احنا تونس مثلا البلد كلها لبني وابيض وازرقات ودرجات الازرقات الفاتح وكمان يمكن كل شيء ازرق في الحياه بيشدني فعلا بس في الوان تانية الدكتور ما ذكرهاش انا بحبها جدا. لا احنا بناء على اجابات. طب انت بتحبي ايه بقى الوان تانية؟ انا بحب الالوان الفاتحه يعني كتير يعني بحب اللون الابيض بحب اللون الاخضر بحب دول من احلى الالوان.